السكن ما بقاش ريبوا لينا ريبوا لينا. وهاد الناس هادو ما نعرفوش اختلتوا هاد الاموال، ما عرفناش دابا، ما بقيناش عارفين الحقيقه. واش دقا اولادي وخلوق وزياده هنا، هنا اولادي زايدين هنا، كلشي عندنا هنا، حنا ولاد القبيله، حنا ماشي حنا شاريين ولا راه ارضنا، ارضنا وتمنعنا منها، ارضنا وتنتكرفسوا عليها، ارضنا وتيريبوا لينا. ما محتار من حتى واحد، ما محتار من اللي عنده ولا اللي ما عندوش، ولكن هذا الشيء هاد 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 الترياب اللي تيريبوا راه شنقول لك فيه الفرزيات راه فيه الفرزيات بزاف، شي تيدوزو وشي تيطيحوا لي، شي تيخليو وشي تيطيحوا لي. التقريب مع عمرو ما فيش وقع شحال هذه ولا اول مريبين لي وعاود تبنيت وريبوا لي وعاود تبنيت. هذه هي الثالثه، راه هذه هي الثالثه. ها الحاله تتشوف فيها، علاش واش سيدنا ما تيخطوش هذا الشيء؟ علاش سيدنا واش ما تيسمعش هذا الشيء؟ حنا تنتكرفسوا، حنا تنتعذبوا، حنا تنتعذبوا الى ما لا ضو، حنا تنتعذبوا. يشوف من حالنا، شوف من حالنا سعاده الملك، ما كنخليوناش نصلحوا. احنا اصلحتي عبريكه تيحيدوها لك، جدتي على خنشه ديال السيمه تيحيدوها لك، الا الغلاب تياكل بادره فين غنمشي؟ تعرضنا للعنف وتعرضنا للضرب والشتم والمعيور، باكل العصا وانا كليت العصا وخويا تضمخ. ما خلى موقع انواع داكشي اللي ما كتخيليش وقع لينا اليوم وسط دارنا. انا عندي 25 عام وزايده هنا ومجوجه هنا ووالده هنا، ورغم ذلك كل عام كيريبوا لينا. واش هذا ماشي ظلم؟ لا ما لا ضو لا سكن، فين عايش هذا الانسان؟ واش يمشي يموت؟ ملي كيجي لكم شكون يقول لكم على اساس يقول لكم؟ عايشين في العشوائي، العشوائي خصو يحيد، ما كاينش التعويض، ما كاينش فين غيسكلوك، ما كاين لا بارطمات لا حتى شي حاجه، فين غتمشي؟ ماما قال لكم على اساس ما كاين حتى شي حاجه، يقول لك عشوائي خصو يحيد. ولي تسنى وقعت بني يجي يطيحوا لك. واش شنو كتسنى من الدوله اللي كدير لك بحالك؟ شنو كتسنى منا؟ تموت؟ واش تمشي تشفر؟ بزاف هادشي بزاف. انا كون وريتك دابا لحمي والله تتهرب، المخزن كيضربني. ما تدافعيش على حقك وسكتي، سكتي ما تهضريش، فين غنمشيو؟ خويا انا كنت في الدار، كنت باقا ناعسه، جات واحد المراه تدق عليا، يلاه غنخرج بحال كان نلبس جلابتي. قالت لي راه جايين، قالت لي راه جايين غادي يريبوا ليك صافي. قالت لي راه جايين غيريبوا لك. قلت لها كيفاش زعما ما علمونا ما حتى شي حاجه؟ انا ثاني كنجمع وهذا خرج، لقيت القايد هنايا والشيخ والمقدم وكل شيء، الدنيا روينه، الناس كيريبوا ليهم. ما عرفتش انا راسي باش تبليت، دري ولدي كان باقي ناعس، ما عرفتش باش تبليت. صافي خرجت نقول لهم الله يرحم ليكم الوالدين، راه انا ساكن، اجي دخلوا شوفوا حوايجي، شوفوا المواعن، شوفوا الفراش. صافي قال لي شوفي انا نحيد لك على العشاء، ما نحيدش لك الداخل. لقى عندي التليفون، انا كنجر وهو كيجر، هرس لي التليفون وخداه ليا، وكنهضر عي مع راجلي تنعيط ليه حيت هو ما كانش كان في الخدمه. علاش هيدتي واش كنت كتصوري؟ ما كنصور ما حتى شي حاجه، كنت تنهضر مع راجلي. قلت ليه اجي راه شنو واقع. صافي قطعت التليفون، بقى في يدي، انا كنجر وهو كيجر، حتى هرس لي التليفون داه معاه. صافي وقال لي انا ما غاديش نريب لك الداخل، غادي نريب لك غير هاد العشه اللي برا. كنا دايرين هنا واحد الباش، حيد هذاك الشجار وهذاك القصب كاملين، حيدهم ومشى. صافي شويه بدا كيريب لهذوك الناس اللي لهيه، واحد شويه هو رجع قال لي عندك 24 ساعه، الا ما حيدتيش غادي نريبوها لك فوق راسك. قلت انا عندي 24 ساعه ماشي مشكل، المهم علمنا. شويه رجع قال لك قسمين، الا ما حيدتيش غادي نريبوا لك كلشي في راسك. جيت وانا كنجمع وكان ومخلوعه، ما عرفتش انايا كاع باش تبليت. الرايه كانت لداخل وشافوها وما تسوقوش، وشافوا الولد الصغير وضربوه هكا بيدو. واش الولد عنده 4 سنين تيضرب؟ واش هذا قانون؟ ما رحموناش. ديالي دليد محمد، رئيس جمعيه ضحايا مشروعيه ذات الهيكله بمنطقه سيد الطيبي. هاد المنطقة يعني اللي هي كانت عرفت مشروع ملكي 2005-2015، وحنا دابا كنتواجدوا في سنة 2021. المشكل اللي هو بصراحة اللي خلاني نجي للمنطقة ديال ولاد الطلب الجهة الغربية، هو أن البارحة كانوا كيتصلوا بنا هاد الناس وكانوا كيتشكاو من يعني أن الماء الغير صالح للشرب ديال البير ما عندهمش، يعني تقطع عليهم كان عندهم، وتقطع لأسباب ما عارفينش علاش. وكذلك الكهرباء قال لك بالليل ما كاينش الضوء وكيتعرضوا الناس للكريساج. حنا كنتفاجئوا على اتصالات كيقول لك بلا القائد يعني جاب القوه من اجل باش يهدم بنايات ديال العشوائي. حنا في منطقه سيد الطيبي المشكل ديالو هو انه
ما كاينش محاربه البناء العشوائي، كاين يعني كنريبوا اللي بغينا وكنخليوا اللي بغينا. بمعنى اخر، بمعنى اخر انه اللي كيعطي الفلوس تيخليوه واللي مسكين دري واش كيطحنوه. هذه هي سياسات ديال اللي كدير في محاربه البناء العشوائي. حنا بمنطقه سي الطيبي معروفه، الا بغاو يحاربوا البناء العشوائي كاين حلول وحقائق واضحه لصغير وكبير، كاين يعني بلان المسح الطوبوغرافي. الخطير في الامر هو ان دابا حاليا سيكتور 10 في الجهه الغربيه اللي مسؤول عليه هذا القائد، الجهه الغربيه ضبي وسيكتور 10 كيطلعوا فيه اير بليس 2، كيطلعوا فيه يعني عشوائيين، ولكن هما هاد البلاصه طلبوا مساكين الماء والضوء مقطوع منهم، اذا بهم كيتفاجئوا ان كتنزع لهم الهدم بالطريقه. اذا حنا بغينا محاربه البناء العشوائي تكون عامه، ملي كيما كيقول المثال اذا عامت هانت، ملي كيضرب الواحد والاخر تيشوف فيه كتجي شويه حقره. اذا خصنا نحاربوا يعني بطريقه واقعيه وحقيقيه وما يكونش الميز بين الشخص والاخر. من خلال الدور اللي درت معاك تبين لي على ان الناس ضروا، البعض ضر والبعض ما ضرش، وكاين اللي تيقول لك 20 سنه واللي تيكون اللي تيقول لك انا سلالي. اذا خصنا نبنيو على معيار باش نحاربوا البناء العشوائي من اجل حتى المواطن يوعى يعرف ما يضيعش رزقه. هاد السيد هذا كيفاش تجا واللي بغينا نريبو خصنا نفتحوا في تحقيق، شكون سبب لاسباب، شكون باع، شكون خلاك تبنيتي، فين كان الشيخ، فين كان المقدم، فين كان هذا القائد، يعني بطريقه قانونيه باش المواطن ياخذ العبره. اما حنا كنريبوا وتنعاودوا نرجعوا ريبنا 10 تيوليو 20 وكهكا سيدي الطيبي. اذا خص باش يعرف الناس يعني المتتبعين اللي غيتابعوا هذا اللايف ولا هذا الفيديو من اجل باش يعرفوا الحقائق ديال منطقه سيدي الطيبي. هي مشروع ملكي خصو يسالي في 2015. هاد الجهه ما فيها الاعداديه لا ثانويه، كاين اللي كيسافر 4 كيلومتر 5 كيلومتر من اجل باش يقري وليداتو، وفي الاخر كاين اللي مسكين دابا حاليا كما صورتي ما عندوش فين يبات. اذا هذا ميساج للمسؤولين باش يتحزموا الا بغاو يصلحوا منطقه سيدي الطيبي، وبركه علينا من محاربه البناء العشوائي بطريقه اللي بغاو هما. هي 20 يوم حنا راه ملي سكنت انا بعدا في السيد الطيبي، انا ملي مات الحسن الثاني الله يرحمه وحنا كنعانيو من الماء، ما عندناش الماء، الماء ما كاينش، شي باب منعدم. هذه 20 يوم، هذه 20 يوم عندنا مالي البير، عندنا مالي البير كناخذو من عندهم، كيحسبوا لينا بالثمن. شحال تقريبا شحال؟ 3600. 1600 في الاول كانت في 1400 في الاول، بداو كيطلعوا الثمن. ملي جا ملي الدوله دارت لنا الماء ما كفاناش، داك التيو اللي عطاونا ملي جينا نجروا الماء جرينا ما بقاش الماء عندنا. اللي قريب ليه التيو خدا التيو هذاك ماشي ديال الدوله اصلا، ديال المحسنين. حنا تفردنا ودرنا، فهمتي؟ واش نقول لك، جا الحجر الصحي، جات كورونا ما لقيناش باش نغسلوا لولادنا. عندنا حنا كنعانيو بزاف د الحوايج من السي الطيبي، بزاف بزاف، ماشي غير من الماء والضو. الماء والضو ما نهضروش على الضو، ديما مقطوع عندنا الضو. عندنا ولادنا كيقراو ما كيلقاوش فاش يقراو، عندنا الدراري هنا قارين وما خدامينش، كاينين الدراري عندنا موجازين هنا ما خدامينش، كاينين الدراري واخدين الماستر وما خدامينش، ما خدامينش، كيف حنا عليهم وقريناهم وما خدامينش، ما كاينش حتى مرافق عموميه فين يلعبوا اولا فين يمارسوا رياضه ولا فاش يديروا شي حاجه، ما كاينش. عندنا في السيد الطيبي شيء من عدم، رغم اننا جينا قريبه الرباط العاصمه، احنا قريبين لا كنقدر نوصل لها على رجلي من السيد الطيبي ندخل سلا ندخل الرباط، وحنا متعادمين ما كاينينش. بحال اللي تقولي حنا ما محسوبينش على المغرب، ما كاينش لا نساء عندهم شي حاجه فين، كاينين نساء هنا معلمين عندهم صناعي وما كاينش فين يديروها، بزاف د الحوايج ناقصانا. الاميه طاغيه عندنا، ولادنا ما كيكملوش قرايتهم، عندنا البنت حنا ما كتقراش، حداس الخامس ما نصيفطوهاش، ما يمكنش نصيفطوها انا من السيد الطيبي قنيطره، تكون عندي بنتي ما نصيفطهاش لقنيطره. انا الولد وكتخاف عليه، انا عندي الولد كيمشي حتى لقنيطره وكنخاف عليه. الطوبيس ما كاينش، الطوبيس عندنا اصلا في السيد الطيبي ما كيوصلناش، كيوصلنا ديال الرباط، ديال الرباط كيدخل عندنا، ولكن قنيطره ما عندناش، عندنا الميني بيس، عندنا الميني بيس زايدين. والطالب دابا الطالب غيخلص 120 في الطوبيس، الناس خدامين في الرباط كيمشيو، كاينين الرجال كيخدموا في الرباط، كاين عيالات تيبغيو يمشيو تيخدموا في الرباط، عندهم معاناه، معاناه كبيره عندنا في السيد الطيبي. قالوا لنا غنجهزوكم عام نوضو ترقدوا، والو جاو عاوتاني قالوا غيجهزوكم. دابا شنو حاطين علينا؟ ريب
حاطين عندنا الدريان، لا بغيتي تقادى غير واحد شويه الدريان. كالساكن ما بقاش ريبوا لينا ريبوا لينا. محمد شبيكي كنسكن في ولاد طاب الغابيه، احد من الساكنه. يعني في هذا احنا كنعيشوا واحد الاقصاء في هذا ولاد طالب الغربيه، كنعيشوا انقطاع الكهرباء ديال الازقه على مده اسبوع، وكنعيشوا ارتفاع الاسعار. يعني جامعنا 15 واحد في مكانه وحده، 20 واحد تقريبا حتى 15 جامعنا في كونتور واحد، وهاد الكونتورات كيتعرضوا للحريق، وكنخلصوا عاوتاني الكونتورات، وكنخلصوا ارتفاع واحد المجموعه وصلت عندهم 138,000. الغريب في الامر واحد المراه كتسعه، يعني جاتها 800 درهم، وعندها ملي دخلنا عندها لقينا عندها بوله وحده. حنا كنعانيو في هاد الساكنات، وكنشكروا جلاله الملك راه عطى انطلاقه ديال اعاده الهيكله منذ 2015، والنهايه ديالها غتكون منذ 2015 النهايه ديالها، منذ 2005 و2015 غتكون النهايه ديالها. وهاد الناس هادو ما نعرفوش اختلتوا هاد الاموال، ما عرفناش دابا ما بقيناش عارفين.